الامتحان كان تمام. كان تمام، مشكلة؟ بس في سؤال واحد طيب بس يلا بينا بقى. ايه هو؟ اللي هو لو انا عندي الورق لخبطني، خلينا نحل ننام. الامتحان غير الامتحان حضرتك عاوزاه. انت كده جاهزه تاني ولسه بحل فيه؟ طب ابعت لي اللي انت حليته انهي واحد عشان هنحل نقول الانسرز مع بعض. كده ثانية بس أخلص خليت المسألة دي وبعد كده أبعتها. الثاني. نعم، أخلص المسألة دي اللي أنا بعملها أنا في آخرها وأبعتها. تمام. اه يا ريت، ما انا عايزه اكيد تبعت لي الكوتش. احنا علوم، انت حليت انهي واحده اللي في بيج كام؟ طيب المفروض امتحان اللي هو 25 اللي اسمه مطروح ايه، صح؟ 27؟ الامتحان رقمه 25 اللي هو مطروح صح؟ اشوف انا عندي رقم كام. هو مطروح اه اللي في الفايل ماشي، 27. مش مهم. ما هو في اتنين، في انا جاي بعتلكوا فايل فيه كذا حاجة، اه لا، انا في حليت الاول الاخير وفي في خالص، الاخر. انا انا حليت الاخير قعدت خالص. اللي هو البيج كام مكتوب على البيج بتاعته آه، كام؟ مكتوب 116. 16. تمام، وانت 116 123 صح كده زياد؟ 116. ثانية. 116 ده في الفايل اللي انا بعته. أيوة، طيب سؤال عندي خليت ميس، الامتحان ايه انا عندي سبب 123 بتاع الاقصر، بتاع الاقصر يا فرح صح؟ لا انا بحل مطروح اخر اخر امتحان خالص تحت. طب خدي لي سكرين شوت كده وابعتيها لي طيب، عشان انا ابقى عارفه انت بتحلي انهي واحد. هو اوكي، صحته ان هو 119 بقى مش 23 16. ايوه ماشي. ايوه لا انا خلاص 16 عارفه اللي انت حليته. قولي كده اللي انت، انا انا عارفه قلت خلاص له يا زياد اللي انت 23. حليته. فرح اللي انت ايه؟ ما ايوه، انا عرفت بتاعك يا زياد. خلاص انت حليته اللي انت حليتيها. فرح اول سؤال فيه ايه؟ طيب قولي لي كده. انا بعته سكرين شوت. اوكي One hundred fifteen. ماشي. من الفايل اللي انا بعته دلوقتي ولا المره اللي فاتت؟ لا ده مش عارفه انت جايبين منين. تمام، طيب هنبتدي نحل بتاع فرح وبعدين نحل بتاعك يا زياد وبعد كده ناخد الالجبرا. تمام ماشي. تمام يلا. أول حاجة تشوف، أول سؤال عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي لو أنا عندي كوزاين 2x equal half then measure of angle x equal كام؟ عملتيها إيه؟ عملتها بيه اللي هي طلعت كام؟ سيرتي طيب عملنا إيه؟ شفت كوزاين هاف طلع 60 ما عملتها صح ديفايد كده؟ 2، عملتها ديفايد 2. 2x صح كده، يبقى ال 2x بتاعتي هتطلع 60. طب انا عايزه x بس، يبقى measure of angle x هيبقى equal 30. سهله دي يا زياد؟ تمام تمام زياد خليك معانا برضو ماشي. طيب عشان برضو ده ريفيجن ليكم، the angle هو بيقول لي measured 37 is complemented. يعني ايه complemented؟ يعني يكون 90 equal 90 by an angle of measure كام؟ عملت 90 minus 37 طلعت معايا 53. قلتيها 90
ماينس 90 طلعت عملتي معايا الإجابة 63. 90؟ لا يعني الانسر طلعت 53. ايه؟ سامعاني طيب؟ انا سامعة. طب انت سامعاني كده؟ اه طيب قولي لي الانجل بتاعتك طلعت كام؟ عملت 90؟ 90 minus 37 equal 53. الإجابة ايوه طلعت تطلع كام؟ 53. 53. صح. بتقول ايه يا زياد؟ ايه؟ انت كنت بتقول حاجة الصوت واضح عندك ولا مش واضح؟ ايوه واضح. تمام. question number 3 هو مدينا هنا بيقول لي f negative 2 over 3 and k over 2 are slopes of two parallel lines. يبقى يا ترى الكيب كام؟ عملتي الكيب كام؟ انا عملت الكيب نيجاتيف 4 اوفر 3. تمام. هنعمل ايه هنا يا زياد؟ زياد معايا؟ ايوه هنحل السؤال ده ازاي؟ لما طالما دولت الستوبس بتاع توبرال الستريت لاينز معناه كان هما ايكوال. برافو. يعني هكتب دول ان هما ايكوال صح كده؟ ايوه كده اعمل ايه عشان اطلع الكي؟ هتبقى اللي هي اظن نيجاتيف 2 تايمز 2 اوفر 3. برافو عليك. هنعمل سيزرس نيجاتيف 4 اوفر 3. سهلة يا ولاد ما شاء الله حلتوها صح. طب تعالى على اللي بعد كده. question number 4 area of circle equal ايه؟ جيب لي حاجة قديمة عادي جدا. ايه هي 2 باي الروت بتاعت 4 area of circle؟ 2 قصدي يا باي اسماعيل دي عاملاها r سي، باور. عاملاها سي. انا معرفش قلتها دي ازاي. انا انت باي ار باور متأكدة 2 انها باي 2 ار. باي r باور 2؟ لا ايه انا اتلخبطت، انا عاملاها، انا كاتباها عندي في الكشكول رقم 4 عملتيها تبقى ايه؟ سي، قولي لي سي ودي عملتيها كده. عملتها سي. اني واحدة صوتك بيقطع مش عارف النت عندي انا ولا عندكم بقى. انا أنهي مش سؤال، سامعاكي. انت 3 ولا عملت 4؟ نمبر 4 الاريا عملتيها ايه؟ عملتها باي ار بار 2. باي ار باور 2 ولا 2 باي ار باور 2؟ لا باي ار بار 2 اللي هي سي. أنا اتلخبطت. ايوه كده لكن مش 2. تمام. question number 5 عملتي ايه؟ انت ايه؟ A or B or C. طيب انت ايه؟ تعالى كده in the triangle A B C. اوكي A B plus B C ايه علاقتها يا زياد بال A C؟ greater than smaller than ولا greater than or equal ولا smaller than and equal؟ قولي كده زيادة هتبقى ايه؟ ثانية. any triangle لو جبت two sides عملت لهم plus ايه علاقتهم بالسايد التالت؟ لازم يبقى أكبر، كنت واخدها قبل كده. ينفع greater than or equal؟ طيب لا ما ينفعش يبقوا ايكوال. ما ينفعش greater. برافو. لازم يبقوا ايه؟ greater than. طيب question number 6 بيقول لي لو انت عندك AB is a diameter in a circle. اوكي ومديك بعد كده ال A بتاعتي ب 3 ونيجاتيف 5. يعني يعتبر احنا بنحل 2 quizzes. هنحل الكويز بتاع فرح وهنحل الكويز بتاع كزياد. يبقى ريجن كده كل يوم. طيب ومديني هنا البي بتاعتي و5 و1. يا ترى center of circle ايه؟ وفرح انت عملتيها ايه or B or C؟ عملتها دي، عملتها 4 ماينس 2 4 ونيجاتيف يعني 2 ما تقوليش قصدي. الانسر، قولي لي الليتر بس. ما تقوليش الانسر، قولي اه الليتر ماشي بس عشان هسأل اوكي. زياد فيها. حلو حلو النظام ده. دي تمام.
طيب قولي يا زيد هنحلها ازاي؟ ثانية. ها فكر كده فيها يا زيد. عشان اجيب ال center of circle، هو بيقول لي ان ال AB diameter in the circle، يبقى how to find the center of the circle. ثانية. معاك. هتبقى 3 بلس 5 اوفر 2 نيجاتيف 5 بلس 1 اوفر 2. عشان هجيب ايه؟ هجيب ميد بوينت، صح؟ انت بتتأخر ليه كده؟ يبقى انا هجيب لا ميد بفكر بس. ايه؟ بفكر. طيب يبقى انا هجيب الميد بوينت للاي بي. تمام، مش عايزه اصدمكم بس في كنت انسرز بفكر اصلا فيها في يعني. في الشيت. انا ايه؟ عندي السنتر ايه؟ ايه؟ بقول لكم في انسرز في الشيت اصلا. يعني طيب انا عندي هنا السنتر يعني in the midpoint of AB، فهعمل ايه؟ هعمل 3 plus 5 over 2، والناحية التانية هعمل negative 5 plus 1 over 2، واشوف ال coordinates بتاعتي هتطلع ايه. هتطلع لي 4 and negative 2. سهلة؟ في اي طيب. حاجة صعبة؟ لا يلا اللي بعد كده ندخل بقى على ال essay، على ال questions اللي فيها steps. اول question معانا، وبيدينا كذا question، طبعا بيدينا حوالي 8 questions. اول سؤال بيقول لي ايه؟ without using calculator find proof ايه بقى؟ tan 60 equal to 10 30 divided by 1 minus 10 power 2 30. ازاي دي يا فرح؟ عملتها left hand side و right hand side. عملت ال left hand تمام، side لازم 10 نكتب يا 60 ولاد. انا كنت equal. عايزاكم، حلو، يبقى انا هقول left hand side equal 10 60، واحسبها على الكالكوليتر. طلعت معاكي كام؟ root 3. طلعت روت 3، صح كده؟ وبعد كده اقول له رايت هاند سايد ايكوالز، وابتدي احلها 2 10 30 ديفايدد باي 1 ماينس 10 باور 2 30. كتبتيها ازاي؟ كتبتها 2 باي روت 3 اوفر 3، واللي تحت 2 ديفايدد 1 ماينس افتح براكت10 روت 3 اوفر 3 باور 2. روت 3. برافو عليك. لازم اكتب ستيبس. انا هعملها على الكالكوليتر اصلا، بس لازم اكتبها كده ستيبس، كاني ايه؟ كاني حافظ الانسرز بتاعتهم. ما هو بيقول لي without using calculator، صح كده؟ وابتدي اكمل. يعني 2 روت 3 اوفر 3 divided by، واحسب دي 1 minus open bracket root 3 over 3 power 2، صح كده؟ أيوة. معايا ثبت؟ في حاجة صعبة يا زياد؟ لا تمام. وابتدي اجيب له الانسر على طول. هقول له بقى 2 من root 3 over 3 divided sorry minus divided الانسر اللي طلعت، هتطلع لك في الاخر ايه؟ root 3. سهلة؟ أيوة. في أي حاجة صعبة؟ لا. ماشي، لا تمام. ندخل بقى في اللي بعد كده. السنة اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ prove that the points A اللي هي 6 and 0، B اللي هي 2 negative 4، C negative 4 and 2 are vertices of right angle triangle.
نعملها ازاي دي يا زياد؟ ثانية. المفروض برايح جايب اللينس بتاع كل سايز فيه صح؟ تمام صح، اللي هو هنعمل بعمل روت ده بالديسك. طيب ايه؟ عملت اللي بستخدم فيها الروت تمام. انت اللي يا هو فرح عملتيها الاي بي بالروت برضو ولا عملتيها ازاي؟ عملتها بالستوب، انا حسيت ان انا واقف الديستنس فرح فعملتها انت معايا؟ بالستوب صح. تنفع بالاثنين، تنفع بالاثنين، تنفع بالسلوب وتنفع بالايه؟ بالديستنس. انا هحلها لكم بالاثنين. اول حاجه زياد قال لي انا هعملها بالديستنس، عادي جدا هعمل روت وابتدي احل اكس ماينس اكس باور 2 والواي ماينس واي باور 2، يعني هعمل 6 ماينس 2 باور 2 بلس 0 ماينس نيجاتيف 4 يعني بلس 4 تو ذا باور 2، طلع لي كام؟ 4 باور 2 16، و16 يعني روت 32. واوعى تنسى تكتب لينس يونت لازم. بعد كده اجيب مين؟ اجيب البي سي واشوف هتطلع بكام واعمل الروت. يبقى هعمل ايه؟ 2 ماينس نيجاتيف 4 يعني 2 بلس 4 تو ذا باور 2 بلس نيجاتيف 4 ماينس 2 تو ذا باور 2 يدينا ادي هنا 36، تطلع لك روت ل 72 صح كده؟ تمام يا شباب معايا ولا ايه؟ ايوه تمام تمام. لو في حاجة غلط في الحساب بتاعتي قول لي. ال اي سي بتاعتي هتبقى ايكوال كام؟ هبتدي حل، هعمل 6 ماينس نيجاتيف 4 يعني 6 بلس 4 تو ذا باور 2 بلس 0 ماينس 2 تو ذا باور 2، نشوف هتطلع بكام؟ ادي 104. بعد كده اعمل ايه يا زياد؟ ثاني انت كده جيت الديست، انا لسه ما خلصتش. اعرف منين بقى ان هو رايت انجل تراينجل؟ لازم اجيب ال ثانية. ده البيسجون سيرم دي بقى صح؟ ايوه هنعملها. اكتبها بقى ازاي؟ لا هعمل الروت 32 باور 2 بلس الروت 72 باور 2 ايوه هقول له بس بيكوز مش انت روت 3 روت 32 باور 2 بلس روت 72 باور 2 يدينا في الاخر 104، يعني استنتج ان ال اي بي باور 2 بلس ال بي سي باور 2 هيبقى ايكوال ال اي سي. يبقى انا هستنتج ان التراينجل بتاعي اي بي سي از ا رايت انجل تراينجل. طب الانجل بتاعتي مين؟ مين الرايت انجل؟ ما أعرف. مين يقول لي مين الرايت انجل؟ مش هنا ده الاي سي ده هو دوت الهايبوتنس بتاعي؟ وهي بوتنج يبقى الرايت انجل ما دام هتبقى الايه البي. الاي سي الهايبوتنس يبقى الرايت انجل بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها بي صح كده؟ سهلة؟ تعالوا بقى نحلها بالاسلوب كده. اسلوب هعمل ايه؟ هنجيب السلوبس للثري لاينز، هتلاقي فيهم واحد بريبنديكولار على التاني، يبقى ده كده ايه؟ رايت انجل. بس دي مش هتنفع في كل حاجه يا فرح في المساله دي بالذات. ليه بقى؟ عارفه ليه؟ ليه؟ لو طلب مني مثلا لينس اوف اني سايدز هتعرفي تجيبيها غير بده؟ لا. بس لو حليناها بالسلوب صح جدا، عادي جدا احل سلوب هنلاقي في تو لاينز هيبقوا بيربنديكولار. مين هما اللي هيبقوا بيربنديكولار؟ الاي سي مع مين؟ ما اعرفش بقى هيبقى مع مين، هيبقى مع البي سي لان الترينجل هيبقى كده. طلع معاكي كده؟ بس انا ما كنتش فاكرة اخر حته كنا بنعملها في الديستنس، فعشان كده قلت اعملها بالاسلوب اسهل. مش مهم، بس اهم حاجه طلع ان الاي بي هو هو البيربنديكولار على البي سي صح؟ ايوه والرايت انجل بتاعتك بي صح كده؟ عند البي هتجيبي الاسلوب هنا وتجيبي الاسلوب هنا.
وتعملي لهم تايمز تايمز لبعض يديكي نيجاتيف 1. يطلعوا منك. سلوب 1 يطلع لك نيجاتيف 1، يبقى انت كده في الامان. تمام كده يا زياد الفكره دي؟ ايوه احتاج احلها ولا خلاص؟ ماشي، علشان اركز فيها اكتر، عشان اركز فيها اكتر. تمام حلو. اول حاجه انا هجيب السلوب بتاع الثلاث حاجات، يبقى انا هاجي اقول له سلوب اوف اي بي، انا البوينت قدام ال بتاعتي ب 6 و0 وال بي 2 ونيجاتيف 4 وال سي نيجاتيف 4 و2. هبتدي بقى اجيب السلوب بتاعي اي بي، يبقى ايه؟ واي ماينس واي ديفايدد اكس ماينس اكس، صح كده؟ يعني هعمل 0 ماينس نيجاتيف 4 ديفايدد باي 6 ماينس 2. بس اهم حاجه يا فرح تكوني عملتيها، نكتب الرول. الرول اللي هي ايه؟ كتبتها y2 y ماينس 2 minus y1 y ديفايدد x2 x2 minus ماينس x2 لازم. وابتدي احسبها، هتطلع 4 ديفايدد 4 هنا 1، اطلع بور. طلع معاكي 1. ايوه تمام. واجيب السلوب بتاع البي سي واكتب كده كده، لو كتبت الرول مره خلاص اكمل، ادي البي وادي السي، هعمل نيجاتيف 4 ماينس 2 ديفايدد 2 ماينس نيجاتيف 4، هيطلع لك نيجاتيف 1. اول ما مش محتاجه ان انا اجيب الاسلوب الثاني اصلا، هيطلع رقم مختلف خالص، بس لو جبناه كده زي الفل. اجيب الاسلوب الاخير اللي هو مين؟ اي سي، هيبقى ايكوال كام؟ 0 ماينس 2 ديفايدد 6 ماينس نيجاتيف 4، هيطلع لي نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 اوفر 5. صح كده ولا غلط؟ انت معاكي كده؟ انا ما جبتش التالت بصراحة. مش مهم نجيبه اصلا، هو ليه؟ عشان انت خلاص لقيتي ان في تو لاينز السلوب بتاعهم لو عملنا لهم تايمز يطلع نيجاتيف 1، خلاص اقول له بيكوز m1 تايمز m2 ايكوال 1 تايمز نيجاتيف 1 يديني نيجاتيف 1، يبقى انا هستنتج ايه؟ ان ال AB perpendicular on AB، بي سي يبقى انا هستنتج في الحالة دي ان التريانجل ABC is a right angle triangle. تمام يا شباب؟ فاهمينها؟ تمام. فهمتها زياد؟ طيب ايوه انت دلوقتي فهمني. عايزه تعرفي هو رايت في انهي انجل؟ ارسميها عشان ما تتلخبطش. هرسمها اهو، ادي اي بي بريبنديكولار اون بي سي، يبقى الرايت انجل بتاعت الرايت انجل بتاعتي مين؟ بي. سهله يا ولاد؟ فيها اي حاجه صعبه؟ يبقى كده لا حليناها بكام طريقه؟ طريقتين، الاثنين صح، محدش يقدر يقول لك غلط. تعالى على الكويشن اللي بعد كده، اجي اقول لك ده كده اول تو كويشن سهلين جدا. الكويشن اللي بعد كده بيقول لي the distance between points A and 7 والبوينت الثانية negative 2 and 3 equals 5. find A، هنحلها ازاي دي يا زياد؟ ثانية. معاك. يبقى الأول أحطهم في الروت وأعملها، عايز أعملها زي إيكويجن يعني أو كده. تمام، عملتيها كده يا فرح؟ أيوة اقول له هعمل اذكر رول. الرول بتاعت الديست طبعا. كل تمام، كل مره لازم تكتب الرول. ادي الرول بتاعتي x1 ماينس x2 all to the power 2 plus y1 ماينس y2 to the power 2، لازم اكتب الرول. مش انتوا عايزين تجيبوا الفول مارك؟ يبقى تكتب لي الرول. يلا نكمل. هعمل ايه؟ اعوض بقى واحط النمبرز بتاعتي substituting بقى. يلا نعمل، هقول له روت وابتدي احل عادي.
x1 ماينس x2. انا قلت لكم قبل كده دايما نبتدي بالميسنج، فاكرين؟ طيب يبقى انا هبتدي a ماينس 2 يعني a بلس 2 to the power 2 بلس 7 ماينس 3 to the power 2. لازم تبتدي بالميسنج عشان ما تتلخبطش فيه. طلع كام؟ 5. الروت يروح الناحية التانية ايه يا ولاد؟ باور 2. يعني هيبقى قدامي ايه بلس 2 بلس 7 ماينس 3 اللي هي 4 تو ذا باور 2 16 ايكوال شلت الروت هنا، يبقى هنا يروح 25 صح؟ كمل تو ذا تطلع 9. طيب ابتدي هنا، مش ده باور 2 يا ولاد؟ لما يروح الناحية التانية يروح ايه؟ روت. شباب سامعيني كده؟ ايوه مش عارفة، هو تقريبا عشان الجو الكونكشن وحشة شوية النهاردة. بصوا كده، يبقى انا انتوا وقفتوا لحد فين؟ طيب لحد هنا صح؟ a plus 2 power 2 equal 25 minus 16 اللي هي 9 صح كده؟ ايوه ايوه تمام. بعد كده الباور 2 لما يروح الناحية التانية يروح بإيه؟ روت صح ولا غلط؟ حلو. روت 9 بكام؟ ثري عملتيها 3 بوزيتيف ونيجاتيف 3. مدام أزيد بحل ايكويشن بعمل بوزيتيف ونيجاتيف 3 وابتدي اقسم الحل بتاعي، لان دي هتضيع لك درجة كاملة، يا اما مرة 3 يا اما مرة نيجاتيف 3. شفتي الغلطة؟ تخيلي بقى حل الامتحان كله صح ونسيتي البوزيتيف والنيجاتيف دي. اكتب لك بقى هنا فرح، اوعي تنسي بوزيتيف ونيجاتيف واحنا بنحل الايكويشن، تمام كده؟ تمام. وهعملها لك بالهايلايت. بصي اهو، مش ميرسي. قادره اقول لك مش الرضاك. يعني بعد كده كمل، او الاي خايفة ايكوال 3 انساها بقى. ماينس 2. لا اوعي تنسي، عشان انت هتطلعي 1 فاليو. الاي مش بفاليو واحده بس، الاي بحاجتين، يا اما ب1 يا اما بنيجاتيف ايه نيجاتيف 5. فهمناها يا ولاد؟ فهمتها يا زيادة التكة دي؟ أيوة يا زياد، عارفة مالك يا أيوة زياد؟ زياد، طب انتي سامعاني يا فرح؟ طيب معانا سهلة؟ أيوة ميسي حضرتك سامعني؟ تمام يلا نكمل. انا دلوقتي سامعاك بس في الاول ما كنتش سامعاك. أنا كنت فاتح المايك بس صوت تمام ما كانش كده، واطي. الدنيا سهلة كده زياد. أيوة تمام اوكي، يلا ناخد الكويشن اللي بعده. لو تاخدوا بالكم ال جيومتري سهلة صح؟ فيها اي حاجة صعبة؟ كنت شايفها صعبة في الأول بس دلوقتي سهلة. والالجبرا برضو هتبقى تافهة جدا. is a right angle triangle. هو بيقول لي A B C is a right angle triangle، ومديني ان هو A right at the angle B. بعد كده بيقول لي A B equal 3 سنتيمتر، B C equal 4 سنتيمتر. find حتة بقى trig sin A cosine C plus cosine A ساين سي. حلتيها يا فرح صح؟ أيوة تمام، نحلها ازاي يا زياد؟ طلعت لك كام في الاخر يا فرح؟ طيب ثواني أشوف. في الاخر خالص طلعت كام؟ طلعت لي الناتج كله وان. طيب زياد هنحلها ازاي؟ دي مسألة سهلة دي، الأول لازم نجيب السايد الناقص اللي هي بالبايسيكون سيرم، تمام
أول خطوة نرسم مبدئيا كده، لازم هو قال لي رايت ات ذا انجل بي، واكتب هنا ايه واكتب هنا سي، وابتدي احط الداتا اللي عندي اي بي بي 3 والبي سي 4، هجيب الاي سي الاول، يبقى الاي سي هيبقى روت 3 باور 2 بلس 4 باور 2 هتبقى ايكوال 5 اي سنتيمتر. دي اول خطوة، بعد كده نكملها زي زيادة. الأول ساين A اللي هي معناها الـ opposite over الـ hypotenuse اللي هي 4 over 5. برافو عليك، يبقى 4 over 5. بعد كده الكوزاين سي بكام؟ الكوزين C بـ 4 over 5 برضه. تمام، كوزاين ايه؟ 3 over 5. كوزاين ايه؟ يعني 3 over 5. تمام، طيب والساين سي؟ 3 over 5 برضه. صح. طب اوعى تنسى تكتب دايما الرول ان ساين الانجل ها يعني الـ opposite اوبوزيت over الـ اوفر، adjacent. لازم لازم تكتب الرول. تمام، وابتدي بقى احل تمام. الايه الكويشن بتاعي سهله. يعني الانسر بقى هقول له then، انا هكتب له بقى الرول بتاعتي عادي، اكتب ساين ايه كوزاين سي بلس كوزاين A ساين C هتبقى ايكوال الساين A يعني 4 اوفر 5 تايمز 4 اوفر 5 بلس 3 اوفر 5 تايمز 3 اوفر 5 هيطلع له كام؟ هيطلع 16 اوفر 25 بلس 9 اوفر 25 اللي هي في الاخر بون. برافو عليك يا فرح، سهلة يا ولاد، ايوه يلا على اللي بعد. عارفين اللي هينقص ربع درجة في الجيومتري في امتحان نص السنة هعمل فيه ايه؟ والألجبرا برضو نفس الكلام، مش عارفة اعمل فيه ايه. يعني انا احتمال اجي لك شرم الشيخ التالت مخصوص يا فرح، واجي لك انت الظهر يا زياد. ونصيف ونرجع ايه؟ ونصيف ونرجع تقولي ايه؟ ونصيف ايه؟ ونرجع انت ليه مش انت هناك ولا مين اللي في شرم المفروض؟ أنا اللي في ده شرم. زياد، انا في القاهرة انت عادي. اللي في شرم؟ أيوة. اه لا انا هجيلك انت القاهرة، انت جنبي، واروح لزياد بقى صيف، واروح بقى ايه يعني اشوفه ناقص في ايه كده ونتعامل مع بعض وارجع لك. انت لا عايزة تروحي معانا؟ أيوة. تمام، عشان تظبطوا انتوا الاتنين مع بعض. طيب اللي بعد كده بيقول لي if A and B are measures of two complementary angles. الحمد لله ليه الثانية؟ سهل قوي اصلا. نعم الجيومتري ده الحاجة الوحيدة اللي عمري ما نقصت فيها في ولا سنة، الجبر يعني هو ده الحاجة الوحيدة اللي بتيجي يعني مش على طول بس بنقص فيها درجة واحدة، لازم أبقى غلطان في السؤال. مش كتير يعني بس لا ان شاء الله مش هنقصر. بص هقول لك على حاجه، طول ما انت حاطط الفكره دي في دماغك هتتوتر وهتلاقي الدنيا معاك صعبه، خلي بالك. يعني دايما ادي لنفسك يعني بوزيتيف انرجي، ما ينفعش تقول لنفسك انا دايما بنقص انا بخاف منها. عمرك حتى بص انت هتلاقي نفسك بتغلط في حاجه تافهه وبتحلها غلط، صح ولا غلط؟ هي بتبقى غلطات بس سهوة أساسا. بالظبط ليه؟ عشان انت بتدي لمخك، يعني بص المخ ده عامل ايه؟ زي العيل الصغير كده، لما تفضل تقول له آه، انت فاشل انت فاشل، هي بيبقى مذاكر كل حاجه، يروح الامتحان تلاقيه بيغلط في اسهل الحاجات تجيب درجه وحشه. ليه؟ لان هو حط في دماغه فكره سلبيه. حطيت في دماغك فكره سلبيه، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى مخك عاجز ان هو يفهم ان السؤال ده سهل بسيط، هتلاقي نفسك بتعقد نفسك في الاجابه اصلا. فانت دايما كده الجبرا سهله والله، وكلم نفسك كده عادي جدا، ده بيساعد جدا في ان انت تروق دماغك. قول كرر الكلام ده بلسانك، خلي ودنك تسمع كلامك ان الالجبرا سهله وانا مذاكر وهحل كل حاجه صح كتير كتير كتير، هتلاقي مخك بعد كده خلاص هيبعد الافكار السلبيه دي خالص. تمام، تمام. طيب هو هنا بيقول لي A to B 1 to 2 لازم احلها بالريشيو اسهل ما يمكن ان تتخيل، 1 to 2 مش هو بيقول لي كده؟ واروح كاتب هنا كلمه sum، sum بتاعهم ايه 3، واكتب هنا 90. عملتها كده يا فرح؟ ايوه تعملها كده يا زياد ولا لسه بتعملها بالام؟
فاكرها يا زياد؟ ثانية. يا زياد ايوه، انت دايما كنت وانا بتحط لي سبوز وبتكترها لي قوي. اظن ايوه اسهل فاكر. حاجه في، لا ما تعملهاش بالسبوز عشان في كويستشن تاني كنت انا قايله لكم عليه. طيب انا هعملها بالريسيو اسهل ما يمكن ان تتخيل. ميجر اوف انجل ايه هتبقى ايكوال 90 تايمز 1 ديفايدد باي 3، يدينا 30 ديجري. واجيب ميجر اوف انجل بي هتبقى ايكوال 2 90 تايمز 2 ديفايدد باي 3، يدينا 60. وخلصت على كده. اللي انت كنت بتقولها ان انت هتحطها 1 اكس و2 اكس وتجيب الاكس، لا عارف ليه بتبقى صعبه؟ عشان انا ممكن مثلا اقول لك ان 2 من ميجر اوف انجل ايه ايكوال 3 من ميجر اوف انجل بي. فاكرينها دي يا ولاد كنا بنعملها ازاي؟ ها فاكرين الريشيو في الحاله دي هكتب ايه؟ ده كويشن مختلف. فاكرينها يا شباب؟ الريشيو بتاعت هنا ثواني ايه؟ اشوف انا كتبت ايه. مش قوي. ثواني انا معاك، فكروا كده. ماشي، وانا ما حددتش الحتة دي، فانا هعمل ايه؟ انت ما حلتيهاش اصلا الكويشن بتاع الكومبلمنتري ده. لا انا كنت بجيب الشاحن، فانا ما سمعتش حد. كنت عايزه ايه؟ انت حلتيها طلعت معاكي كده زي ما انا عملتها بالريشيو. ايوه تمام. انا بقى في كويشن تاني كتبته على الجنب اهو. 2 ميجر اوف انجل ايه ايكوال 3 من ميجر اوف انجل بي. اكتب الريشيو وات وات، اكتب هنا ايه وايه، اكتب هنا كام واكتب هنا كام. عارفاها؟ يعني مش فاهمة يعني ايه. انا مديكي ريليشن بتوين تو كومبلمنتري انجلز، ان 2 من ميجر اوف انجل ايه ايكوال 3 من ميجر اوف انجل بي. الريشيو بتاعتهم ايه؟ انا سامع صوت صرصورة الحقل زي ما بيقولوا. انتوا سامعيني ولا انتوا فصلتوا ولا في ايه؟ أنا سامعة. انت سامع زياد؟ وقعت في البير؟ لا سامع. ما شاء الله عليكم. يعني انا مستنيه حد يتكلم ومش قادره اقول لكم. قلت لكم قبل كده لما يكون كده اقرا كده ميجر اوف انجل ايه ايكوال 3، واللي الناحيه دي تبقى مع البي. عارفين جت منين؟ من الريشيو، من البروبوشن اللي احنا خدناه. لو انا قلت ميجر اوف انجل بي ايه ديفايدد ميجر اوف انجل بي يدينا كام، مش ديك 2 اوفر 3؟ افتكرتوها؟ ايوه فاكرين البروبوشن؟ ما هو البروبوشن ده عباره عن ايه، تكمله للريشيو، صح ولا غلط؟ طب لو انا جيت قلت لك كده ميجر اوف انجل ايه، لان السؤال ده لازم يجي في اي امتحان اصلا، 4 over 5 measure of angle B، يا سيدي اكتبها لي ratio A over B تبقى كام؟ ال A over B هتبقى 4 over 5، يعني A to B هتبقى 4 to 5. سهلة يا ولاد؟ زي الفل. ايوه اوعى ننساها تاني عشان ايه ما نزعلش من بعضينا. يلا نكمل. ميدل وفوتر ايفن. ثانية واحدة افتح الامتحان تاني. هو ال السكرين فصلت من عندكم؟ لا ايوه رجعت اوكي. تاني، رجعت تاني. الفصل التاني واشتغل تاني. مش عارفة هو في، انتوا دايما الحصة بتاعتكم بيحصل حاجات غريبة في اللاب والله، مش عارفة في ايه. الحمد لله رجعت تاني.
ثانية واحدة. ميس اللابتوب بيبقى شغال طول اليوم صح؟ ليه؟ اللابتوب بيبقى شغال طول اليوم صح؟ لا والله مش طول اليوم ولا حاجة، طب احنا بس بنبقى اخر بيبقى فيه حصة صح؟ قبلكوا كذا حصة. اخر حصة، فهو فعلا. بس انا قفلت والله النهاردة قبل الحصة بتاعتكم، وشلت كل حاجة على الديسكتوب، بس هو تقريبا بقى عايز يتمسح من عليه حاجات عشان يخف التهنجة دي شوية. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. كده فاضل 3 أسئلة، الامتحان ده سهل الحمد لله، ما فيهوش يعني حاجة صعبة. قولي ايه بقى؟ Find the slope and the intercepted part of y-axis of the straight line whose equation x over 2 plus y over 2 equal 1. قولي لي الفاينل انسر طلعت معاكي ايه يا فرح؟ ال intercepted board طلعت معاك 2. طيب وال slope هو كاتب slope طلع معاكي ثواني كام؟ اشوف. بيقول لي find the slope and the intercepted part. مش فكر فيها زيادة عشان اخليك تحل. ما جبتيش الاسلوب؟ لا بفتح الصفحة الاسلوب جبته ثواني بنيجاتيف 1. طيب نحلها زي زياد. وده بقى أكتر سؤال بتلخبط فيه، بس أظن نعمل ايه؟ انا سامع صوت عصافيرك، صوتك انت مش سامعاه. مش بفكر فيها. طب يلا طيب لا مش بص يا سيدي، مش عارف. حلو. انت دلوقتي عندك الدينومينيتور هنا ايه؟ 2. انا عايزاها اكس عاديه وواي طبيعيه. طب ما انا ممكن اعمل تايمز 2 للايكويشن كلها واريح نفسي من الفراكشن. لما تعمل 2 هتطير دي، هتبقى اكس بلس واي ايكوالز ايه؟ 2، صح ولا غلط؟ ايوه صح؟ حلو، تعالى بقى نجيب ده ذا المفروض هعمل سلوب. جيبولي ده تحت تايمز ذا 2. سلوب، هنعمل تايمز 2 عشان الدينومينيتور تايمز 2. طب ولو واحد 2 واحد 3 يبقى اعمل تايمز 2 تايمز 3، الاثنين مع بعض عادي جدا. تمام كده؟ طيب يلا بقى هات لي الاسلوب كده، هيبقى ايه؟ هو طالما دي كده يبقى الواي ثانية، المفروض تبقى شكلها مكتوبة الواي ايكوال نيجاتيف اكس بلس 2 باين صح؟ negative coefficient of x. مين اللي جنب الاكس هنا؟ 1 وين؟ divided the coefficient of y 1، يدينا ايه؟ negative 1. طب السي بتاعتي هتبقى ايه؟ بلس 2. بلس 2. طيب ركزوا معايا في حتة السي دي، انا المفروض الايكويشن بتاعتي تبقى كده y equal mx plus c، صح؟ ايوه صح يا شباب؟ طيب لو كانت التو دي جوه، خلي بالك انا يعني الافضل انك تخلي لي الايكويشن كده، عشان ساعات السي حد هي هنا صح حظك، انما في بعض الاحيان بتبقى مثلا لو كتبت لك كلهم مع بعض في ناحيه واحده اعمل ايه؟ دايما دايما في سؤال زي ده اكتبها لي، ارجع اكتبها لي زي دي، يعني هنا ودي الاكس الناحيه الثانيه وديها عادي، يبقى الواي ايكوال ايه؟ نيجاتيف اكس بلس 2.
لازم اكتبها في الشكل ده. ليه؟ عشان الانترسبتد بارت اعرف اخد الساين بتاعته مظبوطه تو بالبوزيتيف. لان انا ممكن اديك كويشن تاني الخبطك فيه، اديك مثلا الايكويشن دي، عشان دي غلطه بقى، غلطه امتحانك دي، تكات الامتحان. اجيب لك مثلا ايكويشن زي كده 2x plus y minus 2 equals 0. واحد بقى هنا يقول لي الانترسبتد بارت بنيجاتيف 2، غلط. لازم تحطها in the shape of a y equal m x plus c. لازم. يبقى انا اخلي الواي في الناحيه الواحده وودي كل ده الناحيه الثانيه. واخده بالك معايا فرح؟ ايوه هتبقى نيجاتيف x plus 2، فالانترسبتد بارت هنا بكام؟ ببوزيتيف 2. هنا التكه دي جت. ها كده تمام. شباب، ايوه كده كده الاسلوب. لو هما في ناحيه واحده هحط النيجاتيف للرول، لو كل واحد في ناحيه هاخد اللي جنب الاكس ديفايدد اللي جنب الواي على طول واخلص الدنيا. التكه دي تكه امتحانات. دي فايده بقى الامتحانات، ان احنا بفتح دماغه على حاجات بتقعوا فيها بسيطه جدا، تلاقي نفسك نقصت درجه في الاخر. طب تنقصها في ايه؟ انا حل كله صح. فدي التكات بقى. طيب اخر سؤالين بيقول لي F C is the midpoint of AB. خلي بالكم في جزء في الجيومتري لسه ما شرحتوش برضو على فكرة. Where AB، مفكروني بس بيه. Where A، sorry. X and negative 3 negative 6 sorry will be 9 و negative 12 C negative 3 and Y. find X and Y. طلعتي ال X بكام وال Y بكام يا فرح؟ الـ X طلعت معايا بـ negative 15 وال تفاني سؤال اه واي. وال اه طلعت معايا بـ negative 15 وال Y طلعت معايا بـ negative 9. تمام، تعالوا نشوف بقى يتحل ازاي. نعمله ازاي ده زياد؟ ثانية فالمفروض هقول ان طالما السين ميد بوينت بتاع ال اي بي معنى كده ان الاكس بلس ناين. الاكس بلس 9 اوفر 2 و اكس بلس 9 اوفر 2 تبقى المفروض ايكوال نيجاتيف 3. تمام، بس لازم أول حاجة نكتب الرول. أرجوك ان الميد بوينت عباره عن ايه؟ x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2. اوكي، بعد كده هقول له اهو. يبقى انا هستنتج ايه؟ ان x plus 9 over 2 يدينا كام؟ negative 3. واجي الناحيه الثانيه اقول له ايه؟ negative 6 plus negative 12 divided by 2 يدينا ال y. سهله؟ ايوه في حاجة صح؟ وابتدي اكمل اهو. يعني اكس بلس 9 هتبقى نيجاتيف 3 تايمز 2 اللي هي نيجاتيف 6. طب انا عايزه اجيب الاكس، يبقى نيجاتيف 6 بلس 9 اللي هي نيجاتيف 9 سوري هتطلع نيجاتيف 15 زي ما فرح طلعتها فعلا. ايه شكلك هتقفليها ولا ايه؟ الحمد لله. شكلك كده هتقفلي الامتحان. الحمد لله، برافو عليك. نشوف زياد هنا بنفس الكلام. نيجاتيف 6 بلس negative 12 يدينا negative 18 divided 2 يعني negative 9. انت قلتيها negative 9 فوق؟ اه ايوه الواي شطور. سهلة يا ولاد؟ ايوه ايوه قلتيها صح. تعالى اللي بعد كده. بعد كده ندخل بقى على امتحان زياد. نخلي اعملي حسابك انت اللي هتجاوبيه معايا بقى.
هو يا عيني جاوب كل الكويشنز هنا. نيجي على اللي بعد كده، اخر سؤال بقى في الكويز ده، بيقولي find the equation of the straight line. passing through the point three and negative five and parallel to حلو ده ازاي زياد؟ ثانية. دي المفروض بجيب الاسلوب في الاول صح؟ ماشي، هنجيبه ازاي؟ قولي هنجيبه كده من الستريت لاين الثاني، بتاع المفروض مين؟ اجيبه من الستريت لاين الثاني عشان هما بارلل، فهما الاسلوب تمام، يبقى بتاعتهم انا جنب هقوله بعض. because لازم اكتب كده line 1 parallel to line 2، يبقى انا هستنتج ان m1 equal m2 equal ال coefficient of x ولا y، واكتب ايه في الرول؟ اكتب كام divided كام؟ ثانية، What divided what عشان اجيب الرول من ال equal. مش فاهم حضرتك تقصدي ايه، يعني اعمل الرول هنا ايه يا زياد؟ لما يكون ال x وال y. زياد سامعني؟ طيب ايوه الاسلوب، هنجيب الايكويشن دي ازاي؟ ازاي بقى الرول بتاعتي ايه؟ يعني النمبر هيطلع ايه في الاخر بالاسلوب؟ الاسلوب المفروض الكوفيشنت اللي جنب يبقى جنب الاكس، فعشان كده الاول ايه؟ بص، لما يكون الاكس والواي خد الكوفيشنت بتاع الاكس ديفايد بالكوفيشنت بتاع الواي، بس نحط نيجاتيف في الاول. تمام، امتى بحطها؟ في الشكل اللي هو ام اكس بلس سي، لما يكون طالب مني الانترسبت دي لازم تحطها كده عشان الانترسبت دي يطلع مظبوط. لكن انا معلمك طريقه اجيب الاسلوب على طول، بدل ما تفضل ترص وتعمل، ما انا هاخد الكوفيشنت اوف اكس ديفايد كوفيشنت اوف واي واحط نيجاتيف عشان مع بعض، صح كده؟ وابتدي اكتب له كده the equation of line 1 L1 equal ايه هي بقى؟ y equal mx plus c، واكتب له كده يعني ال y equal negative half x plus c. طب كده انا جبت الاسلوب وكتبته، صح؟ سهلة كده يا زياد ولا ايه؟ تمام. اعرف بقى دلوقتي اجيب السي ولا ما اعرفش؟ ثانية، هو المفروض يعني في الأسلوب اللي هو هجيب الانترسبتنج بارت. طيب ماشي خلاص. مش سامعاك، اسال سؤالك تاني. لا، اسال سؤالك، اساله، انا عايز اعرف السؤال ايه. لا كنت بقول يعني في الأسلوب بروح جايب الكوفيشن بتاع الإكس وأحطه فوق أوفر الكوفيشن بتاع الواي وخلاص صح؟ بس لو الاكس والواي في ناحيه واحده، ناحيه واحده، يبقى نضيف نيجاتيف. لو كل واحد في حته، يعني الواي في جنب والاكس في جنب بعد الايكوال، يعني مثلا لو كتبت لك كده، لو انا كتبت لك في الكويستن واي ايكوال 3 اكس بلس سي او 2 واي مثلا، يبقى الكوفيشنت اوف اكس ديفايدد الكوفيشنت اوف واي على طول من غير نيجاتيف، عشان كل واحد في ناحيه. لكن لما يكونوا مع بعض كده بحط ايه؟ نيجاتيف. تمام.
بعد كده هكتب الشكل ده. طب ناقص ان انا اجيب الانترسبتد بارت، اجيبها منين بقى زياد؟ انترسبتد بارت المفروض بجيبها من السي، اه السي اللي هي المفروض هتبقى اظن ان هو تبقى بنيجاتيف 7 صح؟ ليه نيجاتيف 6؟ لا 7 لا يا عادية. باشا، لا ولا اي حاجه، ماليش علاقه باللاين التاني ده، ما هروح بستخدموش غير قايل عشان يجيب نيجاتيف تحصرين نيجاتيف 5، هتبقى ال 5 satisfied او variation. 3 نيجاتيف 5. ايوه لازم اكتب له كده lies on the straight line، لازم تراجع الاسلوب ارجوك. lies on the straight line، يبقى انا هستنتج ايه؟ يبقى 3 ونيجاتيف 5 مالها؟ satisfies the equation. Equation. تمام كده، أيوة. وابتدي اعوض بيها عشان اجيب السي. هتبقى negative تمام 5 equal 1 over 2 3 1 over times 3 تايمز 3 بلس السي صح، واحسبها أيوة. يعني نيجاتيف 5 ايكوال نيجاتيف 2 بلس سي. اعرف بقى اجيب السي ولا ما اعرفش؟ اه يبقى نيجاتيف 5 بلس 3 اوفر 2. سهلة، سلام، ايوه نيجاتيف 7 اوفر 2. اعرف بقى دلوقتي اكتب الايكويشن. ايوه يعني الواي ايكوال يلا نكتب الايكويشن، 1 اوفر 2 اقول له اكس والله الواي بلس نيجاتيف هاف اكس، بحط السي اللي ماينس هي 1. نيجاتيف 7 اوفر 2. ايوه تمام. تمام كده يا ولاد، ممكن نسيبها كده. اه أنا كنت واحد تاني يكتبها لي تايمز 2 عشان يخلي شكلها حلو برضو، ما فيش مشكلة. يبقى 2y equal negative x minus 7. فيها اي حاجة صعبة؟ لا لا تمام. هو كان في الأول بيقول إيه فرقت الانترسبتد معاك بارت الكلمة؟ والسلوب، ولا كان بيقول ايه؟ ايه قول تاني سؤالك، معلش قول تاني السؤال. كان طالب السؤال في الأول خالص، كان طالب ان اجيب انا لك اقوله سؤال اهو، قول لي بقى سؤالك. لا تمام خلاص. اكيد انا كنت بسأل هو السؤال كان طالب فيه ايه، علشان بس بتأكد من حاجة. عايز equation للستريت لاين، ما دام عايز ايوه equation للستريت لاين يبقى لازم اجيب السلوب بتاعه ولازم intercepted part. السلوب هجيبه عن طريق اللاين التاني، والانترسبتد بارت هجيبها عن طريق البوينت اللي هو مديها. تمام فرح، انت طلعتيها كده. الحمد لله والله. طيب كده انت نقصتي درجة بتاعت ايه؟ بلس والماينس. بتاعت البلس والماينس. ايوه يعني بس تمام، يعني كده هناخد ستار بس صغيرة ونكتب كده فرح خدت كام؟ 29 من 30. ماشي؟ ماشي. نشوف بقى الأخ زياد عامل ايه يا زياد؟ تمام هنجيب الحمد ستار ولا لله. هنجيب ايه؟ انا صار كنت لسه الحمد ما لله كملتش يعني؟ الامتحان عشان ماشي. المرة الجاية نسيت بقى الامتحان. ايه؟ انا كنت لسه ما كملتش الامتحان لان انا كنت قاعد بحل في الامتحان قبله وطلع الامتحان غلط. طيب انت فاضل لك كام كويشن فيه؟ 4 و5 بس. طب يلا حلو، ما انا هتخلص. ايه تمام طب نحل مع بعض. طيب هستناك الاول تخلصهم عادي عشان اول لا اول لا اول لا الا خلص امتحانك كله، خلص امتحانك كله زي فرح عشان خاطر ايه نصححه. يلا، طيب. وهي فرح تسلي نفسها فيه دلوقتي وتحله. بص يا فرح، افتحي الفايل ماشي. افتحي يا ستي بيج في الفايل نفسه هحل PDF. آخر محافظة اللي هي 25 دي. اه بس اللي هي لونها ازرق. ماشي تمام كده، مش هي دي اللي انت حليتها تمام. زياد؟
اللي هي ايه؟ انت حليت 25 بتاعت مطروح. هو تروح باين كان 123 اوله، ايوه ثانية ايوه ما اكتب الورقة. ايوه ايوه اللي هي اولها اريا اوف سكوير، صح كده؟ ايوه ظهر ثانية. معاك يا فرح؟ اه جبته. يلا نحل. بس انا عايزه امانه، ما حدش يبص على الانسرز. ها هو في انسرز؟ اه فين الانسرز؟ ياس نعم اوعى كنت حضرتك ليه مش بتقولي؟ ايه؟ حضرتك ليه مش لا انا بتقولي مش، اسبوع بص اللي فات؟ انا عندي لو هتجيب لي زيرو من 50 بس اعرف انت بتغلط في ايه، ده بالنسبه لي اهم. انا مديالكوا الفايل ده ليه يا ولاد؟ عشان انت لو تحل، يعني بصوا السيشن النهارده هنحل فيها امتحانين، هل هقدر ان انا احل لك كل كميه الامتحانات دي وراجعها معاك؟ لا، فببعت لك فايل لا الانسرز عشان تصحح لنفسك، تمام؟ انتوا اصلا كبار مش صغيرين، فتقدروا تصححوا لنفسكم حاجه زي كده، فما تبصش على الانسرز خالص. وعايزاكم الامتحان الجاي ان شاء الله هتبعتوا لي الستبس بتاعتكم، هديكم هوم ورك عادي، وهديكم بقى امتحان كده رايق فيه شويه افكار حلوه من غير انسرز، ده يتبعت لي بقى الانسرز بالستبس بتاعتها. هسيبكم كده تفكروا في الكويشن لحد ما زياد تقول انت خلصت. اوكي تمام. يلا ابدا حل. حل يا فرح انت كمان المحافظه دي. تمام.
معلش يا شباب، هو النت فصل من عندي. عادي تمام. نعم. لما تخلص يا زياد قول. اوكي.
مثلا في سؤال واقف قدامي، فكر فيه، ابعت لي حتى المحاولات بتاعتك. بص اتعود دايما، حتى لو سؤال مش عارف تحله خالص، اكتب اي رول ليها علاقه، اكتب اي خطوه ليها علاقه بيها، ما تسيبهاش فاضي، ما تسيبش السؤال فاضي كده. هو انا مش فاهم اعمل فيه. هو السؤال اللي هو رقم 4B؟ طيب الباقي حليته؟ لا بحله اهو. طب يلا حلو.
هو انا برضو السؤال رقم 4B ده معلق معاك. سؤال غبي قوي، يعني هو معلقش معايا، هو علق معايا في الاول وانا حبيت اخترع شويه حاجات فكتبت معرفش عملت ايه بصراحه، بس هو طلع معايا في الاخر الناتج 3، معرفش طلع معايا 3 ازاي بس هو طلع 3 زي ما هو كان عايز، تمام، هنحله مع بعض ونشوف الدنيا، يعني بتاع ده كل اخد ونشوف منه دلوقتي صفحه. ايه المشكلة دي. من بعد سؤال واحد تمام ماشي، نحل كده ونشوف. خلصت يا زياد؟ في الآخر خالص. تمام، أول ما تخلص تقول. تمام. خلصت. تمام، يلا نشوف. دي بس يعني هكتب طيب بارت ايكوال كام؟ ماشي، مفيش مشكلة، اكتبي اللي انت عايزاه. خلصت. اوكي،
هو هنا بيقول لي البريمتر بتاعي، اول سؤال بيقول لي ان البريمتر ب 16، وبيسألني على الاريا صح. طلعت معاكي كم من فرع؟ ثواني بقى اجيب اول صفحة عشان اشوف انا عملت ايه. ماشي. هي دي عملتها 16 برضو. طيب هنشوف. هو هنا بيقول لي ايه، عملتها 16 يا زياد؟ ايوه طيب هو بيقول لي area of square whose perimeter سكستين هي ده سؤال ايكوال سهل، فور. السؤال قديم أساسا قوي. تمام، هنعمل ايه؟ هنجيب روت في السكستين هتطلع فور، نيجاتيف وبوزيتيف فور، لا فور بس، يبقى على طول كده البريمتر فور. طيب هو من غير روت ايكوال دي فور قديمة يدينا جدا، سكستين برضه. ادي اول سؤال. هي مش طيب بتحتاج انا عندي روت. فكرة حلوة، بدل ما نضيع، تمام انا عندي فكرة حلوة بدل ما نضيع وقت في الكتابة، انا هكتب لكم بس الكويستشن اللي انتوا غلطانين فيه، ايه رأيكم؟ تمام تمام. نمبر 2، الايكويشن بتاعت الستريت لاين، السلوب بتاعه 1 باس ثرو ذا اوريجين بوينت، عملتها ايه يا زياد؟ سي، ايه سي، وانت عملتها ايه يا فرح؟ انا عملتها برضو سي واي ايكوال اكس. برافو عليكم صح، مفيش انترسبتد بارت. ليه؟ عشان بيمر بالاوريجين بوينت، فمش هيبقى فيه انترسبتد بارت. طيب السؤال اللي بعد كده نفس الكويشن اللي كان في الامتحان بتاعك يا فرح، طلع 30؟ سيرتي طلع معاك 30؟ انا معايا سيرتي. طلع معاك 30؟ تمام مش هنكتبه. طيب نمبر 4، سيركل سيركلر سلندر، الهايت بتاعها ايكوال ذا لينث اوف ذا البيز ريديوس، او يبقى الفوليوم بتاعها ايه؟ عملتها ايه يا زياد؟ ثانية فور عملتها ايه؟ انت عملتيها ايه فرق؟ انا انت برضو ايه عملتها باي ار بار 3. ليه؟ عشان انا عندي رول مهمه جدا، ان ال اسمه ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، الفوليوم عباره عن بيز اريا تايمز هايت صح، ورول مهمه جدا، اريا اوف بيز تايمز الهايت. هو هنا بيقول لي السلندر، احنا عارفين اصلا ان البيز بتاعتي على شكل ايه، سيركل، يبقى باي ار باور 2 تايمز الهايت اللي هو برضو ار، اللي هي هتبقى ايه، باي ار كيو. ممتازين. طيب الكويشن اللي بعد كده، سلوب اوف ستريت لاين ويتش بارل تو اكس اكسس، السلوب عملته ايه زياد؟ الأسلوب تبقى بي عشان بارلل تو اكس اكس. انتي عملتيها بيه برضو يا فرح؟ اي طيب يلا يا فرح، نمبر 6، عملتيها اكس بلس واي يدينا كام؟ equal 360. 360. سوري قصدي 300 بس. ماشي، وانت عملتها ايه زياد؟ انا عملتها ايوه 300. تمام برافو عليكم. طيب without using calculator طلعت معاكم ايه؟ طلعت معايا في الاخر خالص ال x equal 1 over 1 16. over 1 over 16 16، وانت عملتيها ايه؟ 1 over 16. تمام، ما دام مطلعينها زي بعض استنوا احسبها. طيب عشان ايه؟ عشان هو ده تقولوا لنا غلط ولا حاجة. أسهل سؤال في المنهج كله في الجيومتري. هو انت أنا بتكتب بس بحب كما لو انك حافظهم وبعد كده بتعيش حياتك. طيب بيقولي ايه، بي diameter of circle، مديني البي ومديني الام، عايز الكوردينيت و ايه، طلعتيها ايه يا فرح؟ ده فاني سؤال. بي ثواني عملت تو بي. ال اكس ثواني ده يعني عملت ال عملت ال A، يعني عملت ال let A equal X و Y، فجبت شاطر ال ماشي. X 2 وال Y ب 3. تمام، طلعت الاكس ب 3 والواي، يعني البوينت في الاخر طلعت كام وكام؟ 2 3 ال A equal 2 3.
تمام، ثواني اتاكد برضو عشان ما تبقوش ايه غلطانين. ثانية واحدة، ايه راح فين اهو؟ ماشي 2 و 3 صح. طيب length of the radius جبتوا length بكام؟ ثواني اللينس، ثواني. 5 لينس يونتس. عملتها اللي هي ام بي ايكوال 8 ماينس 5 باور 2 في الروت والحاجات دي، 5 يونت لينس 3 في الاخر الانسر كام؟ 5. طلع معاك كام؟ 5 5. طب ثواني بقى كده عشان ايه شكلكم غلطانين. لا 5 شطور ماشي. 3a طيب هنعملها انها زي كولينير يا فرح؟ عملتها بالاسلوب برضو، يعني ما عملتهاش بالديستانس. اسهل حاجة ممكن نتخيلها في الكولينير ان احنا نعملها باسلوب. عملتها اسلوب يا زياد؟ ثانية. 3a ايوه عملتها اسلوب. تمام. السلوك طلع معاك ايه؟ او اول حاجة الاسلوب اللي هو بتاع ثانية، الأسلوب اللي هو عموما يعني الأول بتاع اللي هو بتاع اي بي، وبعد كده أول حاجة الأسلوب بتاع اي بي كان اللي هو نيجاتيف 2 اوفر 5، تمام. واللي بعده برضو نفس الكلام، الأسلوب في بي سي 1 over لا 7 1 اوفر 7، طلع كام؟ 1 اوفر 7 لا ما انت ما ينفعش تقول كولينير الا لو كان الاسلوب كله زي بعض، وهو مش عايزه يبقى انت كولينير، عندك هو غلط. عايزه ار نوت كولينير. سوري، ار نوت كولينير صح. ما دام هما مش الاسلوب مش واحد يبقى ده كده نوت كولينير. سوري. بعد كده بقى بيقول لي ايه؟ مديني بوينت تانية وبيقول ان هو باراليلوجرام. هتثبتها ازاي زياد دي؟ عملتها ازاي عندك؟ بيقول بوينت انا بعد ما طلعت الاسلوب اول حاجه ثبتت ان M1 و M2 are not linear، بعد كده جبت الاسلوب بتاعت السي دي ماشي، هتستفيد نيجاتيف 2 بيها اوفر ايه؟ 5 برضه. يبقى بارلل للاي بي صح كده؟ ايوه وبعد كده الاسلوب بتاعت الاي طب دي 1 عملت اوفر 2 يعني بارل للبي سي. تمام، عملتيها كده يا فرح؟ ايوه والله. طيب خلي بالكم في الكويشن ده، أأكد عليكم حاجة عشان أنا طبعا مش شايفة الورق بتاعكم. أنت لما هتيجي ترسم آدي البارلوجرام كده صح؟ أي اسمه إيه البارلوجرام اللي هو عايزه؟ لازم تقراه كويس. A B C، فاكرين الكويشن اللي كنت ملخبطه لكم البوينتس فيه؟ هو أيوه ايوه. طيب انت دلوقتي اثبتت ان ال A وال B وال C are not linear، فبالتالي هيديني بوينت ثالثه رابعه اهو. لازم تقول حاجتين، ان ال A B parallel لل B C، فنجيب سلوب هنا ايكوال للسلوب ده اللي هي 2 over negative 5، والناحيه الثانيه لازم تجيبها برضو، لانك لو ما جبتهاش، لو ما جبتش الاسلوب هنا وهنا يبقى كده ده ترابيزيوم مش باريلوجرام. نسيتوها دي صح؟ ايوه مش فاكره. اظن لا اوعى تنساها، باريلوجرام يبقى لازم اي بي بارلل للدي سي، لو سكت يبقى ده كده ترابيزيوم. انت ما قلتليش ان ده بارلل لده، يبقى الحته دي انا اتنست. كتبها. اكتب لكم الكويشن ولا ايه؟ انا قلتها كتبها؟ برافو كتب. نسيت انا تكتبها يا كتبتها زياد صح؟ ايه؟ زياد كتبتها؟ ايوه انا كاتب الاول حاجه كتبت ال A البوينت B، دي. انا كاتب اللي هي ال A B بارل ال C D وال B C بارل ال A D. طيب جبت الاسلوب بتاع البي سي والاي دي؟ ايوه انا جايب الاسلوب بتاعت الاربعه برافو عليك، الاربعه ممتازين يا ولاد، يعني. برافو ما شاء الله ممتازين. بعد كده طبعا سهله على الكالكوليتر صح؟ ايوه طيب فورب ايوه ايه اللي معقداكوا ولا فورب ايه؟ لا فور بي طيب فور ايه عملتيها ايه يا فرح؟ فور ايه اني سؤال معلش ثواني. مش لسه في سؤال بي محللناه في 3 بي. اهو انا ما احنا قلنا ده كالكوليتر بقى على طول. ماشي ماشي ثواني بقى اجيب السؤال اللي بعده. جبت اللي هو ماشي الاسلوب اللي هو بتاع الستريت لاين، جبت ماشي الاولاني اللي هي 5 اوفر 2، عملتها نيجاتيف 5 اوفر نيجاتيف 2 فطلعت 5 اوفر 2.
يعني السلوب بتاع اللاين اللي احنا هنجيبه كام؟ لا الاسلوب اللي احنا هنجيبه اللاين النيجاتيف 2 اوفر 5. اه تمام. والانترسبتد بارت الانترسبتد بارت عملتها 26 اوفر 5. طيب ثواني كده عشان اشوف ايه الايكويشن طالع معاك ان معايا ايه. بسم الله فين البوينت؟ ايه ده؟ تقول راح فين؟ اه عملت الايكويشن ايه يا زياد؟ انا الايكويشن عندي في الاخر طلعت y equal negative 2 over 5x plus 26 over 5. تمام؟ اي طلعت معاكي كده يا فرح؟ ايوه برافو عليكم، ممتازين. طب تعالوا بقى نكتب الكويشن اللي معقدنا. سيبوني بقى ايه انطلق فيه واقول انا عملت ايه. طب ثانية واحدة بس هقراه واظبط الفايل هو عشان البتاع انا عقد، لسه ما اتعقد قلتهوش، معايا انا لسه ما معلق قلتش، بس اصلا. زي ده اكيد هيبقى في ايه دروينج. ثانيه، انا لسه ما قلتوش، بس سؤال زي ده اكيد هيبقى في حاجه ثانية زياده لازم واحدة نقولها اديني الصفر. فرصة اقراه، طيب اقراه بس اديني فرصة تمام، وهسألكم انتوا الاتنين. طيب هو هنا بيقول لي اي بي سي اسسلس ترابيزي اي دي بارلل والاي دي مديهالي. ماشي بصوا يا شباب، مبدئيا كده انا لازم ارسم صح؟ أنا فهمت. طيب ابعتوا لي الرسمه اللي انتوا رسمتوها. هي رسمة معقدة لا انا ممكن ما الصراحة. رسمتهاش. طب ارسمها لي وابعتها لي، عشان لو ما رسمت ينفع صح هتحل صح، رسمت غلط هتصرف عليك. أرسمها رسمة نظيفة هو شوية انا اوريدي وسهلة. فكرت في الرسمة في دماغي، بس اللي انا شايفه ان لازم على الترابيزيوم ده لازم فيه خطوط زيادة هنرسمها عليه، صح؟ هنشوف دلوقتي، ابعتولي بس الرسمة اللي انتوا هترسموها وانا هقولك. اكتب الليترز برضو. اه بالليترز بكل حاجة، عايز اشوف انتوا رسمينها صح ولا لا. ماشي انا هبعت. هي رسمة معاقة سيكا يعني، عشان انا بعتها. تمام استنى بس زياد يبعتها ونشوف. فهمتها يا زياد؟ انا بعت اهو. تمام لحظة واحدة، بص انتوا بقى رسمتوا ازاي؟ ثانية، في حتة نسيتها.
ارسم براحتك. انا ايوه رسمتي انا معاقه غلطان في قوي. حته في الرسم، غلطان انا في حته، بتقول ايه يا سيادة؟ ايه؟ غلطان في حته في الرسمه، على جيت رتبت البتاع من غير ما ابص على الحته اللي هي بتاعت اي دي بارلل بي سي. دي اللي تضيع منك السؤال. ثانيه هعدلها وابعتها. ارسم براحتك وبعدين. ما انت راسمها هو بارالي، ولا انت راسم ايه اللي بارالي؟ اه اي بي وبي سي. انت ايوه المفروض رسمت اخلي، البارالي الغلط، ايوه انت رسمت البارالي الغلط. دي تضيع منك السؤال، هتلاقي نفسك مش عارف تحل. انا انا بكل كنت بادئ بكل يعني. بساطه، لا انت عملتيها صح الرسم، ممكن والرسم يبقى اللي انا انت كده صعب رسمتيه صح جوه صح، انت ماشيه صح الحمد لله. بس ما كملتيش. انا دلوقتي لا هرسم اول مره عملت ايه ايه؟ ده، انا ابدعت في السؤال ده. صح على فكرة، اللي انت عملتي كله صح. كنت كملي بقى، ما انا كملت كنت اللي جاء. لا الرسمه اللي انا رسمها دي رسمتها في صفحه تانية غير اللي انا كاتبه فيها الاجابه. ماشي. الرسمة اللي انت رسمتيها دي صح، الإجابة بقى طلعت معاكي في الآخر 3 ولا ما طلعتش؟ طلعت الحمد لله معايا 3، ما اعرفش ازاي بس هي طلعت 3. بس هي صح، وانت اللي انت عملتيه هو ده اللي صح. بصي يا سيدي، ادي الترابيزويد بتاعي. مين اللي بارلل؟ ايه دي بارلل لمين؟ لبي سي. طب هو مين الترابيزيوم بتاعي؟ ايه بي. وانا رسمتها بس ابعتها كده وحضرتك تشوفي رسمها عامل ازاي. تمام، يا ريت. يلا اوكي كانش امتحان، هو الامتحان ده بتاع اني سنة. حظكم ايه ده، انا هبعت لكم شويه امتحانات بقى خلاص. من غير اجابات بقى المره دي. لا انا ما بحبش ان انا اقعد انقل الاجابات. بالعكس، لازم تتعودي على كل الامتحانات، لان لازم يجيلك تكات لازم. تمام كده، انت رسمتها صح. بصوا بقى التكملة، انا دلوقتي هو عايز ايه؟ تان وكوزاين وساين، يبقى لازم يبقى عندي رايت انجل تراينجل، صح ولا غلط؟ صح ايوه يا زياد. حلو، ايوه احنا عندنا حاجة ممكن اعملها هتسهل عليا الدنيا قوي. ايه هي؟ ان انا نرسم هعمل كل فوق تراينجل زيادة صح؟ ايه؟ في حاجة هرسمها زيادة على البتاع صح؟ اهو هرسم اللاين ده وارجع ارسم كمان لاين الناحيه الثانيه، ويبقى عندي رايت انجل تراينج، صح ولا غلط؟ مش كده رايت انجل تراينجل؟ ايوه شايف هو ماله معلق ليه؟ ثواني. مش عارفه ايه حكايه حسيتكم لازم يعلق التعليقه دي، انا مش عارفه والله يا بنتي. ماشي، ثانية واحدة يا شباب معلش، عشان هو هنك خلاص. بص يا زيد، أنا هرسم تو لاينز كده يبقوا بريبنديكولار. طب ليه البريبنديكولار؟ ليه هرسمهم بريبنديكولار؟ خلي بالك انت لازم ترسم في الامتحان اصلا،
يعني انا اي سؤال في الجيومتري بقول لك ارسمه، ما تسيبهوليش كده. فانا هقول له ايه، هنسمي دي مثلا او ام ودي دي ان مثلا اهو. يبقى هنقول له ايه، باي دروينج اي ام و الدي ان، بس بشرط ان الاي ام بريبنديكولار لمين، على حاجتين، على الاي دي والبي سي لازم. تمام يا شباب؟ يبقى هقول له الاي ام بريبنديكولار على الاي دي والاي ام بريبنديكولار على البي سي، ادي اول حاجه. سامعني؟ ايوه ايوه تمام. وفي نفس الوقت اتكلم على الدي ان، لازم اكتب له الشرطين دول. وهقول لك ليه دلوقتي، ان الدي ان بيبنديكولار على مين، على الاي دي، وبرده ان الدي ان بيبنديكولار على مين، على السي دي. السي دي ليه؟ عارفين انا قلت كده ليه؟ عشان يبقى عندي ريكتانجل. عشان يبقى عندي ايه، ريكتانجل. هو مش لما يبقى بيبنديكولار هنا وهنا يبقى دي رايت انجل، والناحية التانية هنا هتبقى رايت انجل، صح ولا غلط؟ ايوه وايه كمان، الحته من هنا لهنا بفور، يبقى ام ان بكام، بفور، ايوه صح؟ خليكم معايا لحظه عشان هو مهنج تهنيجه وحشه قوي، وهبتدي احلها عادي واجيب الكوساين والتان والبي وكل حاجه. فهي مهنجه تهنيجه وحشه، ثواني يا وليد. هو اي طيب انا لتر زي هسيب الفعل صح؟ تاخد تاني. نعم، اي لترز هينفع؟ حطي اي لترز انت عايزاه، بس لازم تكتبي لي السطرين دول، لازم تقولي لي ان هو بيربنديكولار هنا وهنا، يبقى الشكل ايه، دي ان ام الحمد ده لله كتبته. ريكتانجل. الحمد لله. انت يا زيد التكه في الامتحان ده ايه؟ طب خليكم معايا لحظه عشان هو خلاص فصل، وهفتحه تاني. طب بتكون اتسيبت بس. ثانية واحدة. طيب انا هقفله وارجع افتحه تاني. كل سؤال رخم لازم اللابي، مش عارفة ده حظ من الآخرين ولا حظكم ولا في ايه، مش عارفة. ده السؤال ده مزعلكم قوي. بسم الله. هو في الأصل هو كده اتقفل. طيب السؤال انا هرسمه تاني يا شباب، معلش. تمام 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 انا هكتبه لكم برضو عشان خاطر لما تذاكروا ان شاء الله. هو بيقول لي ايه،
السكرين ظهر عندكم؟ لا لا ظهرت كده؟ دلوقتي. ايوه تمام. بصوا يا شباب، انا هرسم الترابيزويد بتاعي عادي خالص اهو. اسمه ايه؟ اي دي بارل لليمين لبي سي. ما تكتبش بي سي بي هنا وسي هنا او سي هنا وبي هنا الا لما تقراه الاول. اسمه ايه؟ اي بي سي دي. يبقى كده ايه، وهنا بي وهنا سي وهنا دي. لحد هنا حاجه صعبه. ولازم ارسم هنا بربنديكولر وهرسم هنا ايه، بيربنديكولار. لحد هنا في حاجة صعبة؟ واكتب له درو باي دروينج اي بي بارلل لي ال اي، سوري هنسميها اي او مثلا او اي ام، بارلل تو دي ان. لازم اكتب كده اول حاجة، وان الاي ام بيربنديكولار اون اي دي، والاي ام perpendicular on BC. لحد هنا في حاجة صعبة؟ لا تمام. تمام. وال DN برضو هقول له perpendicular on AD، وال DN perpendicular on ال BC. لحد هنا في حاجة صعبة؟ طب في حاجة أنا كاتباها غلط؟ اه، في حاجة أنا كاتباها غلط مهمة جدا. لازم تحط الستريت لاين ده، اللاين سيجمنت دي لازم. امتى ما احطهاش؟ لو في ايكوال ما تتحطش. لو في ايه ايكوال، يعني لو تاخد بالك هنا مكتوب اي دي ايكوال 4 سنتيمتر، كنت عملت لك عليها علامة اللاين سيجمنت، ما عملتهاش. صح ولا غلط؟ اوكي معايا يا شباب؟ ايوه يبقى دي حاجة تاخد بالك منها عشان تاخد فعلا الفول مارك. تعالى نكمل. انا هقول له اهو دي النيل، مش عارفة والله في ايه. ثواني يا شباب معلش، انا همسح ال، ماشي ادي اهو. هبتدي اشتغل في اي تريانجل فيه، هقول له ايه التريانجل مثلا. لازم تقول انت شغال فين. ثانية واحدة، مس نعم ممكن يكون بيهنج عشان الحاجات اللي حضرتك كاتباها قبل كده لو مش محتاجينها جربي تمسحيها بسرعة وخلي الصفحة دي زي ما هي او حاجة او كده. يعني اعمل فايل جديد؟ لا خلاص انا هخلصها على طول. انا هقول لك دلوقتي ان ذا تريانجل اي ام بي، بس لازم الاول مش دي 4 سنتيمتر يا ولاد، يبقى ام ان بكام؟ ب 4 صح. اكتبها له. اكتبها له ازاي؟ هقول له ان ذا تريانجل، اقول له الشيب بتاعي اي دي اي دي ان ام از ريكتانجل. صح ولا غلط؟ يبقى اقول له اي دي ان ام از ريكتانجل. صح، يعني ايوه معنى ان الام ان هتبقى ايكوال 4 سنتيمتر، فدي كده 4. طب دي كلها ب 12 صح؟ مش دي هنا 5 ودي هنا 5؟ وايه ام اصلا قد ايه دي ان ولا لا؟ اه، يبقى التو تراينجلز دول مالهم؟ كونجرد. صح ولا غلط؟ صح. ايوه مش انا عندي دلوقتي الاي ام ايكوال دي ان من البروبرتيز اوف ذا ريكتانجل؟ صح. يبقى أيوة التو تريانجلز بتوعي مالهم؟ ما دام الهايبرتنس قد الهايبرتنس هنا والسايد قد سايد، استنتج ان هما ايه، كونجرس. كتبت كلمه كونجرس دي يا فرح؟ انا عملت اللي هي الثلاث شروط دي عشان دي حاجه الوحيده اللي انا فاكراها فيها.
تمام، لكن لازم اكتب ان هو ايه، ان هما كونجرنت. لو ما كتبتش ان هما كونجرنت ما ينفعش. يبقى هقول له هستنتج عشان ايه، هقول لك دلوقتي عشان ايه، ان التريانجل اللي اسمه اي ام اي كونجرنت مع التريانجل اللي اسمه اي دي ام. دي اللي انا كتبتها. دي لازم ليه بقى؟ عشان اقدر اقول ان الحته اللي هي بي ام قد الحته اللي هي ام سي. ما هو كل ده ب 12، 12 شيل منها 4 يتفضل 8. طب يا ترى دي كام ودي كام؟ ما اعرفش، ممكن دي 1 ودي 7، صح ولا غلط؟ ممكن دي 2 ودي 4، انا ما اعرفش. لكن بمجرد ما تقولي ان هما كونجرت يبقى كل واحده فيهم ب 4. فهمت الحته دي يا زياد؟ ايوه يبقى انا هستنتج ان البي ام قد السي ام ايكوال 4. ولو ناخد بالنا انا ما كتبتش هنا الايه، اللاين سيجمنت. ليه؟ عشان انا عملت ايه، مش لازم النمبر. ما دام حتى لو قلت لك 2 اي دي قد ايه قد بي ام مثلا، ما اكتبش عليها ما دام في ايكوال ما اكتبش. وابتدي كم اعرف بقى اجيب التريجونوميتريكال انجلز بتاعتي. اه يلا نكمل اهو، انا هبتدي اشتغل واجيبهم. هو عايز مين؟ عايز الساين سي اشوفها بكام، وهجيب الكوزاين سي واشوفها بكام. يلا ساين سي بكام؟ دي 4، يبقى دي اصلا هنجيبها بالشغل بتاعتي هتبقى 3. يبقى الساين سي بكام؟ ساين يعني اوبوزيت اوفر هايبتنس يعني 3 اوفر 5، صح؟ طيب والكوزاين لا سي 3 over 4. فين؟ الهايبتنس بتاعك مش الهايبتنس بتاعي 5؟ ثواني، هو لا ده التان، انا لا انا مش هو 5 تان جبت بي. ساين سي، انا لسه ما جبتش سي، انا شغاله في السي دلوقتي. طيب الكوزاين سي يعني ساين سي 4، 3 over 5. تمام. ايوه يبقى الكوزاين سي 4 اوفر ايه؟ اوفر 5. هو عايز اوفر ايه 5 كمان؟ تان عايز بي التان بي. وكوزاين سي. التان بي بكام؟ اوبزيت اوفر ادجسنت، صح كده؟ فين 3 اوفر الاوبزيت؟ 4. 3 اوفر 4. سهله كده يا زياد؟ ايوه يبقى الرايت سايد اعرف اقوله اه تان بي يبقى 5 تايمز 3 اوفر 4 تايمز الكوزاين سي اللي هي 4 اوفر 5. كل ده ديفايدد باي ايه؟ ساين سي ساين ساين سكوير سي وساين سكوير وكوساين سكوير سي، يعني 3 اوفر 5 باور 2 بلس 4 اوفر 5 باور 2، هيطلع لك في الاخر ايه؟ 3. سهله؟ لحد هنا في ايوه حاجه صعبه يا شباب؟ لا تمام. تمام. كوزاين اللي بعد كده بيقول لي straight line passes through the two لا points و line تاني makes the positive direction of x axis an angle whose measure is 45. الامتحان ده محترم بصراحه. عملناها ازاي؟ عملنا ان هما parallel ولا يعني هو بيقول لي اهو find k لو هما parallel و find k لو هما perpendicular. لما نفس كانت parallel طلعتوها كام؟ بدل طلعت كام؟ زيرو 15. الصوت بيقطع مش سامعاك يا فرد. فرح سامعني؟ الكي طلعت بزيرو. لو هما بارل ولو هما بريفنديكولار طلعت معاكي كام؟ لغاية بزيرو. في الحالتين زيرو زيرو. لا بلاي بزيرو وبربنديكولار بتو. وانت يا زياد طلعت معاك كده؟ طلعت معاك كام؟ يا زياد سامعني؟ وزياد قفل المايك. أنا بتكلم وناسي إن أنا قافله.
ماشي طلعتها. لو هما بقى اللي طلعت معاك كام؟ لا لسه ما طلعتهاش. طيب تعالوا ما نحلها مع بعض. هو بيقول لي هنا لا if حضرتك تفضلي على سؤال 5a 5 ايه. ايوه طلعتها. ايوه كام وكام؟ هو 1 طلعتها ب 0، الكي ايكوال 0، 2 طلعتها ب الكي ايكوال 2. تمام. طب نحلها مع بعض ولا انتوا كاتبينها صح ولا ايه؟ لا انا كاتبها. لا تمام سهل، تمام. انا هنجيب كاتبها، انا ايه؟ كاتبها صح. تمام. ما اشرحهاش اكيد. ايوه السيرس بتاعتها قليله كمان مش كتيره يعني. تمام. طيب نمبر بي عملنا الاسلوب بكام يا فرح؟ الاسلوب اللي هيتحط في الايكويجن طلع معايا ب 2 over 3 طيب والانترسبتد وانا بارت برضه 2 units of ب negative part of y axis. 2 units of negative part of y axis او y axis. طيب الانترسبتد بارت قلتوها ايه معلش؟ 2 الانترسبتد بارت 2. اه ماشي. انت عملتها ايه زياد؟ ايوه 2 negative parts of 2 negative نيجاتيف units of يعني نيجاتيف 2 ولا 2؟ 2 units of negative part of y axis يعني اللي هي زي negative 2 يعني. لا ثواني بقى، انا عندي الايكويشن بتاعتي 2x equal 3y plus 6. ارجوكوا في السؤال اللي بيطلب فيه intercepted part حط لي y equal mx plus c. ماشي. انا خدتها ماشي طيب نعمل. انا عايزه الواي لوحدها، يبقى ودي الواي الناحيه التانيه تبقى نيجاتيف 3y صح؟ equal ايوه x الناحيه دي تبقى نيجاتيف 2x plus 6. ال 6 ما غيرتش معايا مكانها، ولازم تخلي لي الواي ما فيش جنبها حاجه، يبقى هعمل divided by ايه؟ by negative 3. يبقى y equal negative 2 over negative 3 x plus 6 over negative 3. يبقى ال y في الحالة دي equal ايه؟ 2 over 3 x minus 2. يبقى ال intercepted part بتاعتي بايه؟ بتو negative 2 يا هي فرح. ما هي 2 من النيجاتيف بارت اوف واي اكسس، احنا مش اه بنكتبها عملتيها كده 2 يعني؟ ماشي تمام. نيجاتيف. يبقى 2 with the negative part of y axis. برافو عليكم، ممتازين. مش انت كتبتها كده يا زياد برضو؟ ايوه طيب انت برضو غلطت غلطة زي فرح، ما حدش جاب الفول مارك النهارده. المرة الجاية بقى عايزين نجيب فول مارك. ماشي. تمام. الهوم ورك بتاعنا هنحل من هنا لحد الاسبوع الجاي بقى، هنتحل مع بعض شوية. هبعت لكم 5 governments الجبرا و5 جيومتري. احنا ما خلصناش اول الجبرا بس مش مهم، اللي ما تعرفوش سيبه. تمام يا زياد. تمام. النهارده احل من الساعة امتحانات بس انت المحافظات، النهارده ايه؟ احل امتحانات المحافظات اللي حضرتك بعتها. هو كتير كتير عليكم بصراحة. حللي يعني منهم كل حاجة 5، امتحان. حل 5 منهم وحل يا 5 منهم يا فرحة. طب استنوا بقى انقيهم لكم كده على الفرازة عشان ايه؟ طيب ايه يعني 5 من الجبر و5 جيومتري ولا ايه؟ هبعت لكم بقى هاخد لكم سكرين شوت كده على المحافظات اللي هتتحل. هو مش كتير قوي، تمام يبقوا 10 محافظات. خلاص. 3 و3. ماشي 3 و3. تمام بس عايزة ستيبس تبعتوها لي. تمام تمام. ايوه. طيب من ويا المحافظات ريت بقى اللي قول المحافظات اللي حضرتك بعتها في الملزمة دي ولا محافظات في ايه؟ في الملزمة دي هاخد لكم منها كام امتحان، هبعته لكم تحلوهم بس ما نضيفش على الأنسر. تمام. تبقى جبر والله وهندسة. شفتش فين الأنسر. تمام. احنا بس ايه بعد ما نخلص بقى نراجع الأنسر، بس تقولوا لي غلطتوا في انهي كويشن عشان أأكد عليكم فيه. تمام. الالجبرا هبعت لكم 3 محافظات بس من غير حل. تمام ماشي تمام كده. ويوم ماشي. الحصة ان شاء الله نراجع كده الأنسرز بسرعة. لان تمام انا خايف من تمام الالجبرا، ان انا بقالي فتره ما راجع ما بصيتش عليها. طيب ما تقلقش، احنا كده كده هنخلص الالجبرا ان شاء الله بإذن الله. المرة الجاية كده تبقى هناخد فيها بقية البروبوشن. هنحتاج تمام حصتين يعني، حصتين هنخلص فيهم الالجبرا. تمام فبس النهاردة كان لازم اطمن عليكم في الجيومتري الاول بصراحة قبل ما ايه ما نخلص الالجبرا.
فانا كده اطمنت عليكم في الجيومتري الحمد لله. فاضل بس حته في الجيومتري هشرحها لكم كده في الريفيجن عشان مهمه قوي. تمام 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 ماشي يا شباب، هبعت لكم بقى الفايل ونذاكر. وعايزاكم معلش افتحوا كده الكتاب بتاع الاكسرسايزز. هنفتح الجزء بتاع السوق آخر درس. بنحل عليه يعني صح؟ لا هقول لك بقى تحل ايه. هتلاقي فيه طب افتح كويسشنز دلوقتي. كده، كويسشنز فيها رسم. انا عندي الكتاب طبعا عشان كتاب قديم، ثانية كده افتحه واشوف. انا عشان كده مش هقول لك بيج معينة، عشان كده بقول لك هتلاقي فيه صفحة كده فيها حاجات مرسومة، فيها تريانجلز كده وباليلوجرام وحاجات غريبة كده. ايوه شايفاها يا فرح؟ ايوه دي انا عايزاكم تحلوها. ثانية دي دخلتيها ايه درس اصلا؟ الأسلوب اخر درس الاسلوب. كلهم؟ هما كام كويشن؟ بتاع 8. لا آخر درس خالص اللي اسمه انا الإيكويشن عندي ولا 18. ستريشن جبنة الأسلوب. اخر درس خالص اللي هو ليسن 6. هنحل كل حاجه، ما تحل، مش عايزاك تحل اللايف ابلكيشن، انا عايزاك تحل الكويشنز اللي هي فيها رسومات دي لازم. كلها تمام دي اهم حاجه عايزاكم تفكروا فيها كويس جدا وتحاولوا تحلوها وتبعتوا لي الانسرز. يعني عايزاكم تبعتوها لي قبل الحصه بفتره، يعني ما تبعتوها ليش يوم الحصه عشان ابص عليها. تمام تمام ماشي يا شباب، يلا تصبحوا على خير. يعني عايزاها على يوم الثلاث تبقى جاهزة. ها الصفحة دي بالذات، الصفحتين دول. تمام ماشي يا هم باشا. الصفحتين اللي فيهم رسومات كتير دي صح؟ اللي بعدها ابلكيشن. تمام ماشي. تمام، يلا مع السلامة، تصبحوا على خير، شكرا من اهله. يلا باي باي. باي.